أين هم وما هو دورهم؟ الحقيقة دور الهيئة السعودية للمقاولين هو كما رسم قرار مجلس الوزراء 510 لتأسيس الهيئة. الهيئة أسست لتطوير قطاع المقاولات ورفع مستوى العاملين فيه. قرار مجلس الوزراء حدد 20 هدف وصلاحية للهيئة. الأهداف والصلاحيات تنقسم إلى نوعين، هدف تنظيمي تطويري وهدف خدمي. يمكن تحدثت أنت في مقدمة حديثك عن منتدى المشاريع المستقبلية، هذا يندرج تحت الخدمات ولعلنا نتحدث عنه لاحقا. الدور التنظيمي طبعا لا يخفى عليك يعني قطاع المقاولات يعني فيه تشعبات كثيرة. إحنا في الهيئة يعني أول ما تأسست علشان نعمل الحين كم مرة تقريبا تأسيسها؟ الآن تقريبا الهيئة حوالي 4 سنوات من تأسيسها. في البداية حرصنا نحن نسوي استراتيجية متكاملة لقطاع المقاولات. الاستراتيجية جلسنا مع جميع أصحاب المصلحة أكثر من 56 خلينا نقول تفرع، ما بين جهات حكومية كملاك مشاريع، ما بين قطاع خاص كملاك مشاريع، ما بين حتى مستوى الأفراد والجهات الصغيرة، وكذلك الجهات الحكومية كجهات خدمية تقدم الخدمات للقطاع. جلسنا مع منشآت القطاع الخاص، البنوك، موردين المواد، منشآت إدارة المشاريع وما شابهها، المقاولين أنفسهم بجميع تفرعاتهم، مقاول رئيسي، مقاول كبير، مقاول صغير، مقاول سعودي، مقاول أجنبي، وكذلك الهيئات والمنظمات المشابهة للهيئة، هيئة المهندسين وكل المنظومة هذه كل ما تعمل مع بعض وكل ما كان آلية عملها منظمة وفعالة كل ما كان المخرج اللي احنا نشوفه في يتمثل في المشاريع كل ما كانت مشاريعنا جودتها أعلى تنجز. طيب وش أبرز المخرجات اللي كانت من خلال 4 سنوات لتطوير القطاع بالنسبة للهيئة؟ طيب احنا خلينا نتكلم على أبرز الأشياء اللي احنا اشتغلنا عليها في الفترة الماضية. احنا طبعا عدينا دراسة يمكن الاستراتيجية طلعنا منها 34 مبادرة. الجزء الأول هو تأسيس الهيئة. طبعا هيئة كيان جديد، كيان ناشئ من لا شيء، فبالتالي هناك العديد من المبادرات لتأسيس الهيئة، توظيف كوادرها، إعداد أنظمتها ولوائحها، بعض المتطلبات القانونية وإلى آخره. بس راحت 4 سنوات خلاص. لا هذا الجزء الأول. لأنك أنا أعطيك خلال فترة كاملة. الجزء الآخر هي عملية الدور التنظيمي والدور الخدمي للهيئة. الدور التنظيمي منها الجزء الأول هو ترخيص المقاولين، وضع آلية شفافة ومهنية لتسجيل وترخيص جميع من يعمل في القطاع وفق معايير محددة. مو باللي يعطيها الترخيص هي وزارة الشؤون البلدية والقروية والتصنيف كذلك. اللي يحصل الآن هو وزارة التجارة تصدر السجل التجاري وبالتالي أصبح مقاول، ولكن عندما يذهب المقاول خلينا نقول الآن يعني للمشاركة في أي مناقصة حكومية يجب عليه الحصول على عضوية واشتراطات الهيئة. الآن أصبح لدينا حوالي 4200 مقاول مسجل من تم